القرآن الكريم أعظم كتاب نزل على البشرية، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم هو دستور المسلمين والنور الذي يضيء طريقهم نحو الهدى ويبعدهم عن طرقات الضلال. قصتنا اليوم عن الحافظ أيوب سعدون. رحلته في حفظ القرآن تشرح الصدر وتنير القلب بحلاوتها وصعوبتها الحلوة، يرويها لنا بكل حب. معكم أخوكم أيوب سعدون، أبلغ من العمر 26 سنة، خريج جامعة الجزائر 1 كلية العلوم القانونية بسعيد حمدين، متحصل على درجة الماستر في القانون الدولي وحقوق الإنسان، تقدير جيد جدا. بدأت مسيرتي مع القرآن الكريم في سن 13 وختمته في سن 18 بفضل الله عز وجل. أؤم الناس في التراويح منذ رمضان 2016، ومعلم للقرآن الكريم منذ أواخر سنة 2018. كانت الوالدة حفظها الله أول من شجعني ودعم فكرة انضمامي لحفظ القرآن الكريم، دعمتني ماديا ومعنويا وروحيا حتى أصل إلى ما أنا عليه الآن، والحمد لله رب العالمين. الطريقة التي حفظت بها القرآن الكريم على شيخي عبد القادر براهمي حفظه الله كانت عن طريق تحديد الثمن المستهدف في الحفظ، ثم حفظه مرارا وتكرارا، وبعدها تسميعه على الشيخ غيبيا، وهكذا إلى نهاية الحزب. عند إكمال الحزب أقوم بمراجعته نصفين، ثم أنتقل إلى الحزب الذي بعده. القرآن كله جميل، ومبانيه كلها نتلذذ بها عند تلاوة القرآن الكريم، لأنه منزل من عند خالقنا تبارك وتعالى. ولعل أقرب صورة إلى قلبي كانت عندما كنت صغيرا، ألا وهي صورة النجم، ولعل ما شدني إليها هي تلك النهايات التي كانت تنتهي في كل آية بحكم التقليل، وكنت أحب أن أقرأ بذلك الحكم. من بين الصعوبات التي واجهتها خلال رحلتي مع القرآن الكريم كانت في العام الثاني بعد انضمامي للمدرسة القرآنية، إذ أنني لم أستطع الالتزام 100% بحضور الحلقات القرآنية لوجود الكثير من الملهيات، أعقبه بعد ذلك انقطاع لمدة عام كامل بعد أن أعود وأختم القرآن الكريم، بعد أن أعود بعزيمة وأختم القرآن الكريم في العامين المواليين لذلك. نصيحتي لأولئك الذين لا يحفظون القرآن الكريم، يا أخي في هذه الدنيا عندك أصحاب، عندك أهل وغير ذلك، لكن عندما توضع في قبرك يرجع أهلك، يرجع مالك، ولا يبقى معك مؤنس غير القرآن الكريم. يا هل ترى الذي لا يحفظ القرآن الكريم هل له مؤنس في قبره؟ بالطبع لا.
ولكن الذي يحفظ القرآن الكريم سيكون معه القرآن الكريم مؤنسا في قبره. هذه في مراحل الآخرة. في الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالم أو متعلم. الدنيا هذه وجميع الملهيات ذمها الله عز وجل، والخير جعله في القرآن الكريم أو في ذكر الله، وعلى رأس القائمة القرآن الكريم. فيا أيها السامع، هلم إلى خير الدرر، درر الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. لم يشكل لي القرآن الكريم أي تحد، ولم يشكل لي أي تفريط في دراستي، بل وكان له أثر إيجابي على دراستي. فمثلا بالقرآن الكريم، بممارسة الحفظ اليومي للقرآن الكريم، زادت قوة ذاكرتي، مما أعانني على حفظ دروسي، مما أعانني على المراجعة للاختبار. وهذا مثال، وهذا على سبيل المثال للحصر. لعل أفضل مقرئ أستمع إليه بشكل يومي ومنذ الصغر هو إمام الحرم المكي الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي، وذلك لصوته الشجي، لصوته الدافئ، وذلك لمكانته أيضا في إمامة الحرم المكي. ولم يكن الله عز وجل ليبوئه تلك المكانة المرموقة لولا اجتهاده، لولا مثابرته، فجزاه الله كل. الذي أضافه القرآن الكريم في حياتي، وقد قلته، زيادة قوة الذاكرة، زادت قوة ذاكرتي. القرآن أيضا زادني من الفصاحة ما يجمل به قولي وكلامي. أيضا مع القرآن الكريم تبارك وقتي، فصرت بعتي أبحر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني برهما، أن يحفظهما، أن يبارك فيهما، وأن يرزقهما الصحة والعافية، وأن يتجاوز عني في أي تفريط في جنبهما، وأن يجزيهما عني خير الجزاء. أرجو من الله عز وجل أن يستعملني في كل خير، وأن يصلحني حتى أكون من أولئك المصلحين الذين يصلحون في الأرض ولا يفسدون، أن أكون خير خلف لمشايخ الذين علموني القرآن، وأن أبقى على طريق تعلمي وتعليم القرآن الكريم حتى ألقى خالقي عز وجل. والله الذكريات كثيرة. كنا في الحلقة كالأسرة
الواحدة جمعتنا ذكريات كثيرة، ولعل أهمها وما زالت تحضرني إلى اليوم رحلتي إلى البقاع المقدسة مع زملائي، مع شيخي، مع والدي. قضينا أياما إيمانية ونفحات في ذلك، في تلك البقاع المقدسة، والحمد لله. أيضا الذكرى التي ما زالت تحضرني فرحة والدتي ليلة ختمي للقرآن الكريم، وليس هناك أجمل ممن يفتخر بك والداك في هذا المجال، مجال حفظ القرآن الكريم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. ونحن في هذه الأيام المباركة، أيام شهر رمضان، ذكرها الله عز وجل في قرآنه فقال: أياما معدودات، أياما قلائل علينا أن نبادر في استغلالها بتلاوة القرآن، بالصدقة، بالصيام، تفطير الصائمين، الإكثار من الأعمال الحسنة. وإن شاء الله يمر علينا شهر رمضان باليمن واليسر.